محمد الشناوي يكتفي بجلسة جيم. ده الخبر الثاني اللي موجود معانا بعد المؤتمر الصحفي على طول. محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى جلسة في الجيم وتدريبات تأهيلية خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي على أن يعود غدا للمشاركة بصورة طبيعية في مران الفريق الجماعي. وأدى حراس الفريق تدريباتهم مساء اليوم وشاركوا في الجزء الخاص بتدريبات الكرة، وواصل الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لحضراتكم هاشتاج جمهور الأهلي يساند فايلر ده يتصدر تويتر. بسطت جدا من الهاشتاج ده، وبسطت أكتر إن جمهور الأهلي دايما واعي، وجمهور الأهلي دايما ما بيكونش يعني ما حدش يقدر يحركه، ما حدش يقدر يتحكم فيه، وما حدش يقدر إن هو يلعب في دماغه، ما حدش يقدر يملى دماغه أبدا. هو دايما بيكون مقتنع، ودايما بيكون عنده ثقة في لعبته، ودايما اختياره الفني بيكون كويس. على فكرة يا جماعة، موضوع المدير الفني ده يعني شفناه كتير جدا مع النادي الأهلي، وشفنا نجاحات مع مدربين قبل كده كانوا موجودين. وزي ما قلت لحضراتكم، طبيعي جدا أي اسم حتى لو أنا كنت موجود مدير فني في النادي الأهلي أنجح. طبيعي يا جماعة، واحد نادي بيوفر كل الإمكانيات المطلوبة للمدير الفني. لكن احنا بالنسبة لنا النجاح ده عادي، لكن احنا عايزين الأعلى من النجاح، الامتياز. 4 من 4، كل البطولات، أفريقيا، دوري وأفريقيا وسوبر أفريقي وكاس وسوبر محلي، 5 من 5. علشان هو ده النجاح الحقيقي اللي بالنسبة لنا كجمهور أهلي نكون مبسوطين ونكون ساتسفايد، نكون عندنا إشباع من البطولات. وعلشان عايزين نعوض الجاب اللي موجود بيننا وبين ريال مدريد، 27 بطولة مقابل 20 بطولة. الموسم ده عايزين بطولتين، نبقى 22 بطولة، وهكذا. ونحاول إن احنا نلم الجاب اللي موجود، أو نلم الفارق اللي موجود بيننا وبين فريق ريال مدريد. عشان كده بقول لحضراتكم، جمهور النادي الأهلي طبعا دشن هاشتاج بعنوان جمهور الأهلي يساند فايلر، واللي سرعان ما تصدر الترند في مصر بعد ما شاهد مشاركة عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر جمهور الأهلي دعمهم للمدير الفني الجديد في مهمته بقيادة الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم، مطالبين إياه بحصد الألقاب وكتابة سطر جديد في تاريخ القلعة الحمراء، خصوصا أنه في سن صغير ولديه طموحات كبيرة. يعني 45 سنة، أعتقد أن أول مرة نشوف مدير فني في النادي الأهلي في سن صغير، وده يعني بالنسبة لنا حاجة، فكر جديد يحترم، وفكر هو السائد زي ما حضراتكم شايفين. كمان يعني الراجل مش بس مدير فني، ده نجم سينمائي كمان، يعني حاجة راجل كده فيري بريزنتبل، وواجهة مشرفة، ليه يعني واجهة الواجهة إعلامية مشرفة. فأنا بقول لحضراتكم ده مش مدير فني بس، ده نجم سينمائي كمان. فطبعا يعني ومعروف عن السويسريين بقى، يعني طبعا أنا بهزر يعني، لكن الأناقة والشياكة والرقي. سويسرا بلد الشوكولاتات، وبلد الساعات، وبلد التنس، فيدرر. فاحنا بنتكلم على مدرسة أوروبية محترفة، أول مرة إن شاء الله تكون موجودة في مصر، ومش آخر مرة. ومن مصلحة الجميع أن ينجح المدير الفني الجديد ريني فايلر. كمل معاكم باقي الخبر الخاص بالهاشتاج، وشدد المشاركون في الترند أو الهاشتاج من رواد المواقع أو التواصل الاجتماعي تويتر، أن السيرة الذاتية الضخمة لا تضمن تحقيق البطولات، مدللين بالعديد من التجارب، ويكفي أن يكون المدرب صاحب فكر تدريبي وشخصية قوية وطموح لإثبات ذاته. واتفق الجميع على أن دعمهم لقرار اختيار فايلر نابع من ثقتهم المطلقة في قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. هو ده الكلام الصح، هو ده الكلام المظبوط اللي احنا كلنا بنسعى عليه، إن في رئيس للمركبة، المركبة اللي بتقود النادي الأهلي. والكلام ده بإجماع كل الأطراف اللي موجودة، إن الكابتن محمود الخطيب هو المسؤول عن اختيار المدير الفني مع لجنة التخطيط. القرار اتفقوا عليه إن ريني فايلر، وأنا بتكلم على لجنة التخطيط، بتكلم على كابتن محمود الخطيب بتاريخه الكبير، بتكلم على الدكتور والشيخ والكابتن طه إسماعيل بتاريخه الكبير جدا، الكابتن زكريا ناصف بتاريخه الكبير أيضا، والكابتن خالد بيبو بتاريخه الكبير جدا. علشان كده بقول لحضراتكم اختيارهم للمدير الفني ما جاش من فراغ.
في الاخر حصل تشاور واتفقوا ان ريني فايلر يكون هو المدير الفني. علشان كده بقول لحضراتكم ان الثقة اللي الجمهور بيتكلم عليها من قبل الكابتن محمود الخطيب الحريص على تحقيق النجاح وبناء فريق قوي يستعيد عرش القارة السمراء مجددا بعد ما قام بموسم انتقالات تاريخي في يناير وعاد لتدعيم الفريق بصفقات قوية في الصيف الحالي. زي ما بقول لحضراتكم اكيد ما حدش عايز يفشل يا جماعة بالعقل، يعني كلنا عايزين ننجح، احنا عايزين ننجح في القناة، انا عايز انجح، رئيس القناة عايز ينجح، رؤساء التحرير عايزين ينجحوا، المخرجين عايزين ينجحوا، المعدين عايزين ينجحوا، مجلس الإدارة عايز ينجح، مين عايز يفشل يا جماعة؟ مين عايز يفشل؟ لو عند حضراتكم إجابة وتقولوا لي إن أنا على مر التاريخ أو على مر حضراتكم كتير شفنا نماذج شفتم إن حد عايز يفشل قولوا لي، حتى في شغله حتى في حياته، ممكن واحد يعمل بعض الأخطاء تؤدي إلى فشله، لكن أنا أبقى قاصد إن أنا أفشل ما أعتقدش. وكمان لما ناخد أكثر من رأي موجود عندي وبي يعني عايز اقول ايه بيشجعوا القرار اللي انا باخده، فانا ما فيش ابدا فيها يعني فشل ان شاء الله، فنجاح وامتياز وكل البطولات اللي احنا بنامل ان النادي الاهلي ياخدها كلها.